أعلن الجيش الأمريكي اعتقال 16 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية المارينز بتهمة الإتجار بالبشر وجرائم مخدرات. وتم توقيف المتهمين في قاعدة كامب بندلتون التابعة للمارينز في كاليفورنيا على بعد قرابة 90 كيلومترا شمال الحدود مع المكسيك. الاعتقالات تأتي بعد توقيف عنصرين من المارينز أيضا في وقت سابق هذا الشهر بتهمة تهريب مهاجرين مكسيكيين غير مسجلين إلى داخل الولايات المتحدة.